السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبي، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد العديسة مع السردين، وما تنساوش تبقاو في الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا واحد الفلون كيجي رائع ومكونات جد سهلة. فهذا هو الشكل النهائي ديال السردين ديالي. فانا درت شويه مقلي ودرت شويه لصحاب الريجيم او اللي ما كياكلوش الزيوت، درت لهم السردين حتى هو بواحد الطريقه صحيه ورائعه من غير قلي. فنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، فان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. بخصوص مكونات، عندي جبانيه هنا ديال العدس كيف كتشوفوا، من بعد ما يعني نقيتها وغسلتها. وعندي هنايا بصيله، مطيشه، خزوه، خمسه ديال الفصوص ديال الثوم، نص كاس ديال زيت الزيتون، والعطريه اللي كديروا في العدس، التحميره، الكركم، البزار، سكنجبير، كاين اللي كيدير حتى القرفه، لكم الاختيار. فمن بعد ما شحرت هذه العطريه ديالي درتها في نص كاس ديال زيت الزيتون، غادي نخليها تشحر مع البصله مطيشه والجزر والعطريه ديالي ونص كاس ديال زيت الزيتون. غنخليهم هكايا حتى تحسي بانه العناصر كطيب كيف كتشوفي بالطريقه هذه. غادي نضيف عليهم الجبانيه ديالي ديال العدس، بخصوص العدس على حسب عدد الافراد اللي كاينين في العائله. وغادي نضيف الماء ديالي وغادي نخلي العدس طيب. راه الطريقه سهله جدا، ما كتاخذش الوقت بزاف وكتجي غزاله وفنه. فملي تقرب العدس ديالي طيب، غادي نضيف ليها الفلفله، الليمون او الحامض، زويتينات. ف هاد العناصر هذه كتواتم على العديسه وكتعطيها واحد النكهه فريده من النوع ديالها. وغادي نمشي ونشوفوا السردين ديالنا. بخصوص السردين، بعد ما نقيتو مزيان بالحامض وبالماء ونحيد ليه الراس ديالو ونعصر عليه حامضه. وعندي هنايا واحد التشكيله ديال الملح، الفرقوم، الكمون والتحميره. غادي نخلط العناصر ديالي كلها، وما نساوش طبيعه الحال الثومه حتى هي كتوات مع السردين. فغادي نخلط المكونات وغادي نخليو السردين شويه في هاد العطريه ديالو. وغادي ناخذ الدقيق ديالي، غادي ناخذ السردين الى بغيتو. انا كنجمع كل جوجات هكا وكنديرهم في الدقيق، الى بغيتو ديروا كل وحده بوحدها. انا درت حتى واحد التشكيله لصحاب الريجيم او اللي ما كياكلوش السردين يكون مقلي. انتم غادي تشوفوا الطريقه كيف خديت مقله، بالحق تكون مقله ما كتلصقش كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. نتوما كناخذ كل ثلاثه السردينات هكايا مع بعضياتهم كنحطهم بهذه الطريقه هذه. وكما قلت لكم المقله اللي عندكم مقله زوينه ما كتلصقش، راه ما يحتاج انك ديري الزيت نهائيا. هكايا في الدار الى عندك شي حد ديال الريجيم او ما كيبغيش الحوت مقلي، فبامكانك انك ديريه بهذه الطريقه هذه، كيجي رائع وفي المقلات من غير زيت. وبالنسبه النص الثاني ديال السمك ديالي، فانا بالناس اللي كيبغيوه مقلي خديت كل جوج حوتات مع بعضياتهم وقليتهم بطبيعه الحال في الزيت بهذه الطريقه هذه. فانا درت جوج انواع، درت نص ما مقليش ونص مقلي. وهذا هو الحوت ديالي. غادي نمشيو دابا للفلون. الفلون عندي جوج ليمونات، معلقه ديال النشا، ونص كاس ديال السكر السنيده. غادي ناخذ جوج ليمونات ديالي، غادي نقشرهم ونقطعهم، غنديرهم في مولينكس، نصفيهم وغنديرهم في كاسرونه فوق نار مهيله. غنضيف عليهم معلقه ديال النشا، وغنضيف عليهم نص كاس ديال السكر السنيده، ونخلي العناصر ديالي تخطر مزيان. وغادي ناخذ واحد ثلاثه المعالق ديال السنيده، غادي نديرها في المقلاه حتى نحصل على هذا اللون هذا صافي. وغناخذ الجبيبينات ديالي، غادي نخوي فيها الفلون وغادي نزينها بهذا السيرو. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال السيرو، راه كيجي رائع
غادي يحبوه حتى الوليدات ديالك والافراد ديال العائله. فنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم بهذه المكونات هذه. فالفلون كيجي رائع البنات، وبغيت تاسل المكونات فقط، حتى المذاق ديالو كيجي زوين. وما نساوش الحب ديالنا، راه كيجي رائع جدا. انتما كتشوفوا انا زينت الفلفلات، شويتهم وشويه ديال القزبور معنوس والحامض، وما نساوش العديسه ديالنا اللي زينتها بالحامض وبالفلفله الحاره وزويتينات، هما كيتواتاو مع العديسه ليش علاش لا. كنتمنى البنات هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. فدمتم في امان الله، والسلام عليكم.